أستاذنا العزيز في ستوكهولم، نشكر تلبيتك للدعوة ونحب أن نستغل وجودك معنا اليوم. أكبر عدد ممكن من الأسئلة نطرحها، تعبناك في الأسئلة خلف الكواليس، بس كانت تبادر في ذهني سؤال فيما يخص وأنت تجري هاي الأبحاث اللي أعتقد وشاركني الكثير فيها أنها يعني ذات طابع حساس نوعا ما. تبحث في تاريخ الإسلام المبكر، في الأصول، من أين أتت هذه القصة المروية التي نعرفها من زمن عن الإسلام، والتي وصلتنا بطريق التواتر الشفهي من جيل إلى جيل آخر، تم تدوينها في مراحل لاحقة. فربما هذا النوع من البحث يشكل مشكلة لمن لديه عقيدة بغض النظر عن المذهب، لكن هو ربما يعارض كل المذاهب الإسلامية في أصول عقيدتهم. الجيد أنك تبحث ليس في الدول العربية، ونحن نعرف أنه من حيث المبدأ سوف تواجه مشاكل، صحيح. ولا يسمح لك أصلاً أكاديمياً ربما أن تجري هذا النوع من الأبحاث، لكنك تعيش في أوروبا وتجري هذه الأبحاث في هذا المكان والتعاون مع بعض المنظمات المهتمة بهذا المجال. ممكن هل هنالك مشاكل تواجهها بهذا الإطار؟ ما هو مصدرها؟ ما هو الدافع لهذه العراقيل توضع في طريق هذا النوع من الأبحاث؟ قالت تعطينا فد نبذة عن هذا. أولاً أشكرك الأستاذ قيصر، وأشكرك على الدعوة وعلى الندوة، كانت رائعة وكان لقاء كتير حلو مع الأساتذة، الأستاذ حسن والأستاذ هيمن والأستاذ ديفيد، وكلهم يعني كانت قاعدة كتير رائعة، طول الوقت احنا بندردش، وكانت يعني الوقت صار بيركض بسرعة، وجد فرحان وممتن لهذا اللقاء الحلو الرائع معكم. وموضوع العراقيل هي موضوع طبعا ما حضرتك ذكرت انه يعني يستحيل تقوم بهذه الانواع، هذه نوع من الأبحاث داخل الدول، دولنا العربية الإسلامية، فهي طبعا لأن هناك حراس المعبد يقفون بقوة يعني ضد هذه الأنواع من الأبحاث، على أساس أنه هي من المسلمات ومن الأشياء المقدسة التي لا يجب الاقتراب منها ولا يجب حتى البحث فيها، لأنه من أنت أيها الإنسان حتى تنظر إلى ما هو وضعه الله أو أنزله الله لخلق الكون وتقول كلمتك فيه؟ لكن هو أنزل في إطار مادي، في صيغة كتاب، وفي صيغة، فأنا فأبحث في هذا الشيء المادي. نعم. فهناك يعني تفكير، يعني كيف وصل هذا؟ لو أخذنا القرآن على أساس أنه كلمة الله التي أعطاها أو أنزلها لمحمد، فكيف وصلت إليه؟ هل هي وصلت كلمات حروف؟ وعندما تقول كلمات وحروف بأي لسان؟ هل هي بلسان عربي؟ لكن بأي قراءة مثلا؟ هل هي بالقراءات 14؟ هناك عدة يعني إشكاليات حول كيف وصل هذا الوحي أو هذا الإلهام إلى هذا الشخص اللي هو يدعى النبي أو الرسول. هل وصل كرموز إلهية لا يفهمها غير هذا الرسول أو هذا المختار، وترجمها إلى لغة بشرية يفهمها البشر، وعندما تلقاها هؤلاء الصحابة أو هؤلاء التابعين كيف فهموا هذه الرسالة وكيف وصلوها؟ هل وصلوها 100% مثل ما كانت موجودة في الأصل؟ وهم كذلك كيف فسروها للباقي الناس؟ وكيف مع الوقت ومع التطور ومع الزمان كيف وصلت إلينا؟ أنا دائما أقول أنه ما دام كاتب النص الأصلي، نحن لدينا قول شائع أن المعنى في قلب الشاعر دائما، أن ربما الشاعر كان يقصد أشياء، ليس ما أنت ربما تفهمها. ربما أنه كاتب النص الأصلي قد مات،
نعم. نحن مجرد نجتهد في نعم. في معنى ما هو طبعا هناك أحاديث وهناك تفاسير، لكنها الإشكالية أنه كتبت كلها في عصر متأخر، يعني في بعد قرن ونصف من الزمان كتبت هذه الأشياء، لكن قبل هذا الوقت كان دائما شفاهي. وكلنا نعرف الطريقة الشفاهية هي ليست الطريقة المثالية لتوصيل وتبليغ رسالة معينة، لأنه التجربة، يعني لو دخلت على جوجل وكتبت عن تجربة المعمل الهندي اللي هما حطوا مجموعة من العمال وكلهم يعني أعطوه في الأول يحكي عن موتوسيكل، وبعدين في الآخر وصل لنا أنه واحد بيعمل هيك، يعني قصة في نفس الزمان، وزمان ضيق جدا، يعني آخر واحد اللي وصلت له الرسالة وصلته مشوهة تماما. ربما الشيء الوحيد اللي يخلينا نصدق أنه الشيء اللي الرواة سابقا بالتواتر وصل كما هو، أن نفترض أنه هذه السلسلة من الرواة يتمتعون بمواصفات لا تشبه مواصفات البشر العاديين. نعم. مثل ما يشترط في من ناقل الحديث أن يكون عدل، لم يرتكب أي شيء مثلا في حياته خطأ يسيء إلى سمعته، أن تكون له ذاكرة قوية جدا. نعم. وإلى آخره من الشروط التي يصعب توفيرها. والخبر عن هؤلاء نفسهم نحن بحاجة إلى من يخبرنا عنهم. هذه أيضا تحتاج إلى ما هو مصدر المعلومات. نعم. مصدر المعلومات وسلسلة يعني اللي هم رووا عنهم، يعني إشكالية كبيرة جدا. هو كان لماذا لم يكتب هذا الموروث من منذ البداية، ودون منذ البداية وخلصت؟ هذه الأبحاث كما قلنا لأنها هي تهدف إلى مصلحة معينة، وخصوصا شرعية الحاكم عندنا في بلادنا تعتمد على الدين أساسا، ولا يعني لا تعتمد على الكفاءات، لأنه يعني الكفاءات غير مطلوبة، لأنه أغلب الشعب هو يتبع ما هو دين، لأنه الحياة الشخصية مبنية على هذا الدين، يعني حتى دخوله إلى الحمام يرتكز على الدين، نومه في سريره يرتكز على الدين، أكله شربه أي شيء في حياته هو مبني على الدين. فبالتالي شرعية الحاكم لازم تؤخذ من الدين. فلهذا السبب إنه هذا الدين أو هذا المفهوم أو هذا الموروث هو لازم الحفاظ عليه بكل ما يعني بكل حذافيره، على أساس إنه لاستمرارية هذه الشرعية للحاكم، فلا بد من إبقاء هذا الموروث كما هو واستخدامه من أجل السياسة ومن أجل الحكم. فلهذا السبب الكثيرون يعني يعترضون بشدة على أنك يعني تدخل وتبحث في هذا الموروث، وتبحث عن أسراره وتكشف أسراره، خصوصا لو استخدمت الأدوات العلمية. فلما تستخدم الأدوات العلمية فأنت تطلع لنا حجج قوية وبرهانية يعني غير قابلة للتفنيد، وهذا هو الخطر. لهذا السبب يعني تمنع مثل هذه الدراسات في بلادنا، لكن في الغرب هناك مجال، لأنه الغرب يعني شيئا يعني نوعا ما يعني في تحرر في البحث وفي التفكير، وليس يعني حرام وليس يعني ممنوع، لكن المسيحية تنقد بكل حرية. نعم. وهنالك نعم. اليهودية المسيحية دراسات العليا في اللاهوت، دائما هنالك دراسة النقد العالي للكتاب المقدس التي بالضبط. تبين مشاكل كبيرة في تاريخه وفي نعم. محتوى، وهي نعم. مباحة، ليس هنالك مشاكل واعتراضات صحيح. عليها أو حملات لإعاقتها. صحيح. ولهذا البداية الأولى للأجانب أو للمستشرقين كما نسميهم، المستشرقين هم اللي بدأوا هذا النوع من الأبحاث، لأنهم بتجرد من شو اسمه الخلفية، لأنه ما عنده خلفية دينية أو أهداف سياسية لحتى يعني يحول هذا البحث إلى 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 اتجاه معين، فهو يشتغل على النص
علميا وبطريقة محايدة جدا. وكان النجاح الباهر لهؤلاء المستشرقين، ونذكر منهم مثلا تيودور نولديكا الذي اشتغل في تاريخ القرآن واستطاع أن يعني يشتغل عليه بطريقة علمية. كذلك لو شفنا مثلا الفرنسي بلاشير، أنه هو كذلك حاول، وعدة مستشرقين حاولوا أن هم يشتغلوا على هذا النص، خصوصا النص القرآني، وإعادة قراءته تاريخيا وكيف كانت أصوله. الآن هناك عراقيل جديدة موجودة حتى في الغرب. هذه الآن هناك عراقيل جديدة في هذه البلدان الغربية، خاصة في الجامعات الكبرى، وهذه العراقيل أصبحت هناك نوعين من الباحثين، في نوع كسول وفي نوع مجتهد. النوع الكسول هو يأخذ المعلومة موجودة يعني من كتب التراث، من الكتب الإسلامية نفسها، فيترجمها إلى لغة أجنبية كالإنجليزية أو الألمانية أو لغات أخرى ويقدمها للطالب على أساس أنها هذا هو مثلا سيرة الرسول هكذا كانت، فينقلها بحذافيرها إلى اللغة الأخرى. ومصدره هنا؟ ومصدره هو نفس الكتب الإسلامية التي كل الفقهاء يعتمدونها. يعني معلومات من الداخل. من الداخل. داخل المنظومة. نعم. فهو ليس له القدرة، أو هو لا يريد أن يدخل إلى متاهات أخرى للبحث عن أصل النص القرآني مثلا، ومن الناحية الفيلولوجية كيف تطور هذا النص أو كيف كان أو أصوله، يعني لا يريد أن يدخل في هذه المتاهات. فهو بحث شاق ومحتاج وقت طويل وتعب، ويعني البحث في الكلمات، كل كلمة يعني شيء تسهر الليالي، عائق اللغة طبعا، وأشياء كثيرة يعني تكون صعبة، فهو يتجه أو يختار السهل. في المقابل هناك من يتحدى أو يبحث عن أصل هذا النص، ويريد معرفة مصدره الأساسي من وين جاي، فيعتمد على هذه اللغات الأخرى كاللغات السامية مثلا، الأصل الأرامي والسرياني والكلداني، يعني وكيف هي تأثيرها على هذا النص، وهل هناك علاقة بالنص، وهل هناك تفاسير أخرى، هل يمكن إذا أرجعناها إلى لغتها لهذه اللغة الأصلية هل يفك الغموض، لأنه بعض النصوص بعض المقاطع في النص وهو نص عربي يعني غير مفهوم حتى للعرب، بالتالي لازم نحتاج حد أنه يفسره. لهذا السبب أنه ارتأى بعض الباحثين أنهم يرجعوا هذا النص إلى يقارنه بلغات أجنبية أخرى اللي هي من نفس الجذر أو من نفس الأصل، خاصة اللغات السامية. فمؤخرا صارت الأهمية تعطى لهؤلاء الباحثين الكسالى، الفئة ألف. نعم. لماذا؟ لأنها هي لا تضر بالنسبة للحكام، أو ولهذا السبب تجد أنه بعض الجامعات الكبرى كجامعة أكسفورد مثلا أو جامعة كامبريدج أو جامعات سواء في بريطانيا أو في أمريكا أو في أوروبا، تجد تمويل عربي بالملايين الدولارات، وأنا ممكن يعني أعطي بعض الأرقام، وأرقام كبيرة جدا، يعني سنويا تيجي مبالغ أو تبرعات أو لا يمكن تسميتها مثلا شراء ذمم، لكن هي مبالغ كبيرة جدا من أجل تطوير البحث العلمي. لكن هذا التطور كيف يتم؟ يتم أنه
بيصير من النصوص العربية الإسلامية تنقل إلى اللغات الأخرى ثم تعطى إلى الطالب. كأنما فقيه يتحدث بلغة بالضبط أخرى. بلغة أخرى. أو مثلا يأخذ ما كتب بالألماني أو بالإنجليزي فيعاد ترجمته إلى اللغة العربية، بضاعتنا ردت إلينا، فبيقول إنه بروفيسور فلان والبروفيسور علان رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة كذا قال كذا وكذا وكذا، يعني يمشي في نفس الاتجاه، وتم الإشارة إلى هذه المصادر. نعم. على أنها مصادر غربية موثوق منها. ما نقول. نعم. نحن بينما. نعم. هم مصادرهم أصلا منكم أنت. نعم، ومن جامعات عريقة، يعني من جامعات كبرى ولها تاريخها ومشهود لها يعني بالعلم وبالكفاءات. فعندنا الصحفي المرموق اللي هو روبن سيمكوس، أنه هذا الشخص كتب كتاب كامل عن درجة تأثير تمويل الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية في جامعات المملكات المتحدة، كتب كتاب كامل وأعطى يعني بمصادر موثوقة هذه التبرعات أو هذه الأموال التي تدفق خاصة من الدول الخليج ومن دول عربية لهذه الجامعات الكبرى، وتعلن هذه الجامعات عن مصادر وتعلنها وتقول أنه مثلا الأمير فلان أو الأمير علان قد تبرع لجامعتنا بمبلغ كذا وكذا مليون باوند لدعم البحث العلمي فهو طبعا حتى لا يزعجوه فبيقول له أنه يعني أما لو ذهبت في الاتجاه الآخر من البحث، فطبعا حتى الورق، ولا أستشهد معهد إنارة الألماني، أنه حتى الورق الذي يكتب عليه البحث فالدولة لا تدعم ولا سنتيم واحد، لا لا لا، فشايف أنه الدولة تدعم وزيادة على أنه مصادر خارجية من دول عربية بتأتي للجامعة، لكن لفئة، والفئة الثانية لا مغضوب عليها. لماذا؟ لأنها تدخل في المحظور، على أساس أنه لما يجي حد ويقول لك أنه مثلا محمد شخصية وهمية، فأنت يعني كيف يمكن تمويل مثل هذه الأعمال أو مثل هذه البحوث؟ لأنه يعتبروها أصلا مشاكل، راح تسوي لنا مشاكل مع العرب مع المسلمين، والاقتصاد راح يتضر بسبب واحد يعني يتهور ويدخل إلى هذه المواضيع اللي هي مواضيع صعبة، يسوي لنا مشكلة لأنه عندنا أجانب عايشين في هذا البلد، مثلا في ألمانيا أو في السويد. يعني لو طلع هذا الكلام برا المجال الأكاديمي ممكن يسوي مشاكل، يعني إنه يدوروا على الباحث ويقتلوه أو يحرقوا الأعلام السويدية والألمانية أو شيء. وهذا يعني ربما ما يفسر أنه ربما البحث في هذا المجال بالتحديد هو استثناء، لأن نحن نعرف أن بالعلوم دائما أن كل من يحرز سبق علمي وربما يحصل على جوائز نوبل وكذا هم أولئك الذين ساروا عكس التيار. نعم. الذي يأتي ليثبت أنه الشيء الذي كان سائدا في الوسط العلمي بفترة طويلة أنا الآن أتي بفرضية معارضة له وأعمل عليه وأثبتها، وعندما يثبتها يصبح اسم لامع. نعم. ومع ذلك تسمح له الجامعات ولا يواجه هذه العقبات وهذه الموجة من الصد، لكن هذا يحدث فقط ربما في مجال البحوث الإسلامية المبكرة أو غيرها. نعم. بسبب الدافع الذي يقف وراء يعني أو النتيجة التي سوف تحصل لو ثبتت هذه الأمور التي تتطرق لها هذه البحوث، أنه راح تؤدي إلى نوع من الهزة في عقائد مجموعة كبيرة من ربما من الناس. صحيح. أنا برأيي أنه ليس فقط أن المجتمعات الإسلامية راح تتضرر، أنه حتى كثير من الدول الأخرى ترى أن ربما أن يوجد هنالك فكر ديني، فكر غيبي فيما بعد الموت راح يوفر نوع من الطمأنينة للناس، لهذا راح ممكن أن الدولة تسيء باستخدام السلطة أو لا توجه الموارد بشكل صحيح، يعني لا توفر للشعب ما منتظر منها أن توفره لها، لكن مع ذلك لديهم عزاء أن هنالك في الآخرة شيء آخر. نعم. سيواسيهم. نعم. فحتى ليس فقط في الدول الإسلامية. نعم. ربما في دول. نعم. أخرى
وجود الدين ربما لا زال بالنسبة للسياسي أو للاقتصادي هو شيء جيد، خليه. نعم، ما هو بيحسبوها من الحريات الشخصية، وفعلا يعني أنه من الحريات الشخصية، من الحرية أن تعطي للمؤمن المتدين أن يؤمن بما شاء وأن يتعبد بما هو يريد، يعني فمن حريته، يعني من ضمن المواثيق الدولية أنه هو لازم يعني تكون عنده حرية التعبد. فمن هذا الجانب يعني أنه أوكي، الدولة بتعطي للمسلم الحق أنه هو يمارس صلواته ويعني تقاليده من صيام وكل الأشياء اللي هي في النشاط الديني. لكن الإشكالية لما تبنى مراكز إسلامية، أولا تبدأ بإنشاء أو بناء مسجد، ثم المسجد حواليه تكون مدرسة لتعليم المبادئ الأولى للإسلام أو البيزكس للإسلام، بعدين ما يحصل أنه بيصير في نوع من التطرف، خصوصا من الدول اللي هي تمول هذه المشاريع الدينية، لما تقدم هبة مالية ضخمة فهي تحط شروط على 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 كيفية يعني تشغيل هذه الأموال داخل هذه المؤسسات الدينية، على أساس مثلا كل الكتب اللي هي تناقض الفكر والمذاهب التي تأتي منها هذه الأموال تزاح من المكتبات، أقصد مكتبة هذه المؤسسات الدينية، فهي تزال بالمرة وبيحطوا الكتب تبعهم والفكر تبعهم، فبيصير هذا الفكر بيصير يعني يكبر وينتشر في هذه المنطقة، وبالآخر وبالتالي يعني يكبر في 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 بيصير عنده فروع كثيرة في نفس الدولة في مناطق كثيرة، فبعدين الدولة بيصير من الصعب السيطرة على هذه المجموعة، لأن يعني بتكون مجموعة كبيرة وبتصير متمردة لو أي شخص يعني حاول إنه يمس بهذه المؤسسات الدينية. لهذا السبب لهذا السبب هي لا تريد يعني مشاكل، هذه الدول لا تريد مشاكل، بس في نفس الوقت هي بتعطي الضوء الأخضر للتطرف أنه هو من جانب تحت شعار حرية تحت الشعار. نعم، وهذا ما بنشوف الشعار والتفكير، التفجيرات اللي حصلت لا في فرنسا ولا في إسبانيا ولا في دول أخرى، سببها أنهم أعطوا الضوء الأخضر في البداية لهذه المؤسسات، لأنها لم تأخذ بزمام الأمر، الدولة كدولة مثلا كفرنسا لم تأخذ بزمام الأمر إلا مؤخرا، أنه بدأوا يفكروا في إنشاء شو اسمه مدارس تخرج أئمة فرنسيين، على أساس أنه بعقلية فرنسية بثقافة فرنسية يعني بأسلوب أوروبي، لكن هذا دائما يعني ليس له جذور في الموروث الإسلامي. فكل هاي التصورات اللي هي الآن أو ترقيع كيف التعامل مع هذا الفكر أو مع هذا الدين أو مع هذه العقيدة هو ترقيعي فقط، لأنه دائما حتى لو استطعنا أن نقف أنشطة هؤلاء الإرهابيين أو هؤلاء الدعاة للتعصب، فراح يجي مرة أخرى في زمن آخر ويعيد نفسه، لأنه هذا المصدر لا زال موجود مجرد بحاجة إلى إعادة تفعيل، يعني بالضبط إذا يستخدم الشخص الخطأ. نعم، إذا إلى ما راجعنا إلى جذور المشكلة وبحثنا فيها ووجدنا حلول، ما راح نستطيع أن نقضي على هذا التعصب وعلى هذا الفكر المتطرف المدمر، لأنه للأسف المسلمين هم أكبر ضحايا هذا الفكر. يعني القتال والحروب اللي احنا بنشوفها في سوريا وفي العراق سببه كله أفكار يعني كل واحد باسم لا إله إلا الله
يعني بيذبح أخوه ويذبح الآخر ويعطي لنفسه الأحقية إنه هو الفرقة الناجية عند الله. فهي هاي الإشكاليات اللي إحنا. لكن كيف يعني دراساتك هذه بوجهة نظرك إنه كيف ممكن تقدم حل أو تساهم في الحل؟ نعم. إنه هو أولاً لازم الجدر. يعني بمشاركة الدول أنها تدعم هذه الأنواع من الأبحاث، لأن هذه الأبحاث هي تأسست على علم، على العلم. ولما نقول علم إنه في منطق، في لوجيك، في يعني أساليب بحث علمية، أساليب بحث علمية، ليس الهدف منها يعني إنه إقصاء يعني عقيدة شخص، لكن هي على الأقل تظهر هاي الجذور. يعني عندما تكون عندك فكرة إنه هذه القصة مثلا اللي موجودة بالقرآن هي قصة قرآنية محضة، لا، تعال انظر بنفسك. لو أنت تستطيع أن تقرأ النصوص بلغات أخرى كاللغة الآرامية، انظر بنفسك ما هو موجود في هذه. هل هي نصوص قديمة قبل الإسلام؟ نعم. هل هي موجودة يعني تقريبا بحذافيرها؟ نعم. فلما على الأقل تفهم إنه هذا النص اللي هو عندك هو يعني امتداد لنصوص كانت موجودة من قبل. يعني هذا بس على سبيل مثال بسيط، لكن هناك أشياء كثيرة ممكن يعاد النظر فيها وتتحل المشاكل الصعبة، لأنه هذا الإرهاب هو أو هذا الفكر المتطرف هو أصلا فكر نابع من التفسير الضيق للنص، تفسير ضيق للنص، فبيعطيك بيعطيك يعني هذا الأسلوب اللي احنا بنشوفه المدمر للكل، مش بس للآخر، لأنه هو يعتقد كمتطرف أنه هو يحارب العدو، يحارب ذلك الآخر، لكن في نفس الوقت هو لا يعرف أنه هو بيحارب نفسه بنفسه، لأنه المتضرر أكثر شيء اللي احنا بنشوفه الآن الضحايا، أكثر ضحايا الإسلام هم المسلمون أنفسهم، سواء في دولهم أو حتى اللي هاربين من من ويلات الحروب، ويلات الحروب وويلات هذه المجتمعات. إذن الهدف الأساسي أستاذ محمد، إنه الهدف الأساسي هو البحث عن الحقيقة. نعم. أن أنا شخص علمي باحث عن ما حصل فعلا أو ما موجود فعلا، هذا هدف الأساسي. لكن ربما بشكل ثانوي كنتيجة ثانوية هذا راح يحقق لنا مكسب، انه تحاول تبعد المؤدلجين بعقيده معينه، انه هذه النصوص مصدرها الهي مطلق، وليس فقط مشكله في التفسير. سوف ننتحل فقط مشكله التفسير الخاطئ الذي لم ياخذ بنظر الاعتبار الامتداد التاريخي او مصدر هذه القصص. نعم. وانما راح تحل مشكله انه هذا النص نفسه من الاساس ليس هنالك علميا ما يبرر أن أنت تعتقد أنه هذا منزل من قبل آلة أو من قبل قوة خفية أو كذا. لازم تفتح المجال لاحتمالات أخرى، أن يكون هذا النص حال أي نص آخر على وجه الكرة الأرضية، أي كتاب آخر أو أي نص أدبي نثري عندنا موجود اليوم مهما كان زمنه أو مصدر، أنه هذا ربما تم تطويره على مدى يعني بعد قرون ربما. نعم. وهناك تدخلات لأسباب اقتصادية أو سياسية فتحول مع مرور الوقت إلى النص الذي بين أيدينا. وهذا دائما أنا في رأيي دائما أوصف المتطرف أنه ذلك المتمسك بالحبل الممدود من الله، أنه يعتقد أن هنالك شيء فوق بغض النظر صحيح أو غير صحيح، وهذا القوة الخفية بعثت برسالة هي خلينا نقول الشريعة، أوصلتها إلى نبي أو ولي أو أي شخص عنده تجليات مثلا معينة تم اختياره، وهذا بلغها لنا. فربما يتحول آجلا ما آجلا إلى شخص عقائدي خطير على المجتمع، لأن لو كان شيء في هذه النصوص يدعو إلى العنف مثلا مثل آيات القتل والجهاد وهو يعتقد أنها فعلا صادرة من هذا المصدر، فهنالك خيارين، يا أما أن يكون شخص منافق يعرف أن دينه يقول له شيء ولا يعمل به أو يعمل بالآخر، أو يحاول يرقع أو يجمل أو مثل ما الفئة اللي تطرقت لحضرتك، أو يكون منطقي مع نفسه ويكون مؤمن صحيح
ويطبق بالحذافير ما ورد في هذا النص. نعم. وهذه المشكلة اللي أعتقد ما هي الإشكالية، تمسكوا بالحبل حبل الله على أساس أنه بأي تفسير، على أي تفسير اعتمد؟ لأنه ربما هذا النص هو يتكلم عن حادثة معينة في تاريخ معين، فأنت لما تنقل هذه الحادثة المعينة في تاريخ معين وتطفئها على عصرك أو على زمنك أو على جغرافيتك، فأنت بالتأكيد مخطئ، لأنه هذا الذي وصل لك الفكرة، ما هو الهدف من توصيلها؟ الجميل في البحوث العلمية هي دائما لا تدعي الحقيقة المطلقة وإنما الحقيقة النسبية، فأنا أقدم لك حقائق يعني مبنية على براهين مادية واضحة، وفي نفس الوقت لا أقول لك إنه هي الحقيقة المطلقة فلازم تأخذ بها، فعليك أن تنظر إلى هذه الشواهد المادية ثم بعقلك أن تحكم على أن هل هذا المنتوج أنا أخذه أو أرعاني. أنا أعطيك أفضل تفسير ممكن بالضبط وفقاً للأدلة المتوفرة بين يديك. بالضبط. أما الآخر يقول لك هذا كلام من عند الله، خذه خلاص، يا إما تأخذه بدون دليل كمسلمة، خذه وإلا تروح الجهنم، فما عندكش اختيار غير أنك تأخذ به. وهذا اللي احنا بنقول عليه، أنه هذه الطريقة هي طريقة ابتزازية، أنك تفرض على الآخر على أساس أنه هذا هو الطريق الصحيح وهذه هي الحقيقة المطلقة. لكن إذا نظرت يعني من زاوية أخرى تنظر إلى الموضوع أنه ليس كذلك، فعندما يعني ينظر المسلم إلى المصحف على أساس أنه كلمة الله وأنه مقدس ولا يجب أي شخص أن يمسه إلا إذا كان متطهرا، فبالنسبة للمسيحي أو بالنسبة للبوذي أو بالنسبة للهندوسي، هذا الكتاب هو مجرد كتاب كباقي الكتب اللي موجودة في السوق، يعني ما لهش أي قيمة. أو مثلا البوذي ينظر إلى الكعبة التي تشرفها وتقول على أنها مقدسة، هي عبارة عن مبنى بيطوف عليه حواليه بعض الناس، يعني مش doesn't make sense. أو أنت لما ترى هذا الهندوسي وهو يسجد أمام البقرة فتتخيل تقول شو هاي الغباء، لكن يعني هو ما تنظر ما هو مقدس عندك ليس بالضرورة هو مقدس عند الآخر. فأنا بعطيك بس أقول لك أنت تنظر إلى هذا الشيء مقدس كويس، لكن انظر كذلك للآخر كيف يراك. لما تفهم أنه كيف يرى الآخر هذا المقدس عندك، وقتها يعني تتغير هذه الفكرة من فكرة يعني حقيقة مطلقة إلى 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 ممكن شخصي نسبي ربما. نسبي بالضبط. شكرا جزيلا أستاذ محمد على هذا اللقاء الشيق، وأغنيتنا كثير بمعلوماتك سواء في الندوة أو الآن أو في الحوارات الأخرى التي تجري بيننا، استفدنا كثيرا من وجودك، ونحاول أن نوصل أفكارك ونحاول أن نوصل صوتك وصوت الباحثين عن الحقيقة بتجرد إلى الناس، ونتمنى أن تستمر هذه الحركة التنويرية. لابد أن تحدث يقظة في يوم ما، لابد أن تتغير المجتمعات في يوم ما، وأعتقد أعمال وتحركات مثل اللي تقوم بها حضرتك والآخرين في هذا المجال هي التي ستساعد على هذا المجال. أتمنى. شكرا.